لفت بعض النجمات العربيات الأنظار بوجود تشابه لافت بينهن وبين بعض النجمات العالميات، فالبعض شبه النجمة منى زكي بالنجمة العالمية ساندرا بولوك، وفي الوقت اللي ترى فيه منى أنها أقصر منها، يرى الفنان شريف منير أنها تشبهها خصوصا على أفيش فيلم مافيا. البعض كذلك شبه النجمة يسرى بالنجمة العالمية جوليا روبرتس، خصوصا في شكل الابتسامة التي تكاد تكون مطابقة. أما النجمة زينة فقالت بأنها وأثناء ولادة طفليها في أمريكا كان البعض يناديها باسم الفنانة العالمية بينيلوبي كروز، نظرا للشبه اللافت بينهما من حيث نحتة الوجه. ومازحت زينة جمهورها ذات مرة وقالت أن بينيلوبي كروز هي اللي تشبهها وليس العكس. أما اقتراب لون البشرة الخمري وملامح الوجه المائل إلى الاستطالة كان سببا في أن يشبه الجمهور النجمة أمل بشوشة بالنجمة العالمية إيفا مينديز. كذلك يرى الكثيرون شبها لافتا بين مريهان حسين وكيم كارداشيان، وهما علقت عليها مريهان بنفسها نافية ما تردد حول أنها تحاول التشبه بها. ربما لا يكون الشبه كبير بين نادين الراسي وكاثرين زيتا جونز، لكن نظرة العين هي التي أعطت إيحاء بالشعور بالتشابه بينهما. قد تستغربون الأمر، لكن النجمة درة أيضاً تشبه في بعض الأحيان مونيكا بولوتشي، فمنطقة الفم والأنف تحديداً متشابهان بينهما إلى حد كبير. أما النجمة هند صبري فوجهها المربع وشكل ابتسامتها يعطيان إيحاءً كبيراً بوجود تشابه بينهما وبين النجمة العالمية ديمي لوفاتو. فأي ثنائي ترون أنهما يشبهان بعضهما البعض بالفعل؟